خامس أشواطي هذا المساء، والشوط الخامس الخاص بالإبكار الحجايج. ننطلق في هذه الأمسية الرائعة وفي هذا التحدي المثير مباشرة إلى مقدمة الشوط وإلى شعار هادف بن حمد بن عفصان المنصوري ليقدم لنا العفريت في المركز الأول والصدارة الأولى، بينما المركز الثاني القدوم في ثاني المراكز. وهناك وصلت الدكتورة خميس بن سعيد بن حران المنصوري، وصل في المركز الثاني، بينما المركز الثالث ايضا القدوم ياتي من خلال وضوح منصور بخميس بالصوب الاكتبي، يقدم لنا وضوح والنقله الى المركز الرابع، حيث اجد سوده حمد بن خويتم بن بخيت العامري، مرحبا براعي حشيمه ليقدم لنا سوده في هذه الانطلاقه القويه على المركز الرابع، بينما المركز الخامس وصلت الشامخه سعيد بن طيط بن حمد بن فارس الشامسي راعي الذيب، يتقدم في هذه اللحظات والوصول الاخر هناك من خلال هذا التحدي ابعاد محمد بن حميد بن محمد بن ايضا سليم اليحافي، وصل في هذه اللحظات يتقدم بكل قوة، بينما مذيار محمد بن ناصر بن سرود الخيالي يتقدم في هذه اللحظات، ولكن هنا شعار بن دري، شعار بن دري يقدم لنا سيول منصور بن سيف بن علي بن دري المنصوري، وهناك ايضا يتقدم شعار اخر مع الريم، ايضا تقدمها قوي وتحديها مثير، وتدخلت في هذه اللحظات اللي هي العزوم محمد بن سعيد بن حلوه، هذا ندانا الاول، هذا ندانا الاول، ومنه نتحول الى مقدمه الشوط الى الصداره الاولى الى العفريت. هادف بن حمد بن عفصان المنصوري يتقدم بو حمد ليقدم لنا العفريت، بينما المركز الثاني القادمة الدكتورة خميس بن سعيد بن حران المنصوري يقدم لنا الدكتورة، ولكن شعار بالصوب من الزاوية الاخرى مقدم لنا وضوح منصور بخميس بالصوب الاكتبي، وصل ايضا هناك محمد بن ناصر بن علي بن سرود الخيالي يقدم لنا مذيار على المركز الرابع، مذيار في المركز الرابع غيرت المركز الثالث، بينما ناخذ المركز الخامس، من القادم، من الواصل في هذه الانطلاقه وفي هذه التحديات؟ وصلت فرحه لحمد بن عبد الله بن سالم بن حلوس العفاري يقدم لنا فرحه في هذه الانطلاقه القويه، وهناك ايضا تقدم رائع من سوده حمد بن خويتم بن بخيت العامري يتقدم مع سوده، وهنا الدخول الاخر، الله، هذا شعار الراوي، وصلت غلا يمع بن سعيد بن علي الزرعي يقدم لنا غلا في هذه الانطلاقة، بينما شعار بن فارس يتقدم من خلال الشامخة، ايضا سعيد بن شطيط بن حمد بن فارس الشامسي يصل في هذه اللحظات، وهناك كوادر ناصر بن مبارك بن حميد الجنوبي يتقدم مع كوادر، والدخول الاخر وصلت الشامخة سعيد بن عبد الله بن سعيد بن فارس الدرعي، وصل الدرعي يتقدم من خلال هذه المنافسة، هذه نتيجتنا، ولكن بقيادة العفريت، العفريت وهادب بن حمد بن عفصان المنصوري غيرت المركز الأول، غيرت مذيار، غيرت مذيار محمد بن ناصر بن علي بن سرود الخيالي يقدم لنا هذا الاسم، بينما الشامخة، الشامخة من الزاوية الأخرى يتقدم هناك سعيد بن عبد الله بن سعيد بن فارس الدرعي مقدما لنا الشامخة في هذه الانطلاقة، وهناك دخول من فرحة اللي وصلت في هذه اللحظات حمد بن عبد الله بن سالم بن حلوس العفاري يتقدم، هذه الأربع المراكز الأولى، التحديات المثيرة القوية للغاية في هذه المنافسة، في هذا التحدي، الغلاف الجوي للكيلومتر الأخير، يا سلام يا الشامخة، يا سلام يا مذيار، العفريت، العفريت.
العفريت وصلت العفريت، وصل هادب بن حمد بن عبسان المنصوري. بو حمد وصل، بو راشد يتقدم من خلال هذه المنافسة، ولكن الشامخة مع بن فارس يتقدم. شعار بن فارس، سعيد بن عبد الله بن سعيد بن فارس الدرعي، حمود بن حمدون الوهيبي يتقدم ايضا من خلال هذه المنافسة، ولكن هناك من القادم من الواصل. هذه حملة الرقم 58 تتدخل من الزاوية الاخرى، هذه ايضا الرميلة سليم بن علي بن حبيب الهشامي وصل، وبن زيتون وصل، والاسماء القادمة هناك الوصول من ايضا طنا خلفان بن سالم بن حمدان المنصوري. اهالي الظفرة قادمين. الله يا فرحة. طنا ايضا غيرت الصدارة، خلفان بن سالم بن حمدان المنصوري، وهناك فرحة. المتقدمة ايضا بشعار حمد بن عبد الله بن سالم بن حلوس، وهناك الرميلة لسليم بن علي بن حبيب الهشامي. ابناء ميدان الرميل وابناء ميدان الظفرة، يا سلام يا طنا. طنا على المركز الاول، خلفان بن سالم بن حمدان المنصوري تهانينا، والناموس المركز الثاني رميلة سليم بن علي بن حبيب الهشامي. ثالثا فرحة لحمد بن عبد الله بن سالم بن حلوس. رابعا وصلت هناك اللي هي الشهبة لمبارك بن حمد بن متعب بن محمد العامري. والمركز الخامس وصلت ايضا بشعار المجازف اللي هي نوف محمد بن عتيج بن زيتون المهيري. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام في هذه الانطلاقه وفي هذا التحدي المثير. اذا طنا اهدت الناموس هناك الى اهالي مدينه زايد منطقه الظفره. تهانينا الخلفان بن سالم بن حمدان المنصوري. سلامي عليك يا المنصوري. يا سلام بو سالم، سلام. ايضا طنا فازت بالمركز الاول حيث فازت طنا هناك بخمس دقائق 58 وسبع اجزاء من الثانيه. شكرا رعب ويضا. بينما المركز الثاني الوصول في ثاني المراكز هناك من الرميله لسليم بن علي بن حبيب الهشامي اهالي ميدان الرميل، هناك بالسلطنه بولايه وادي بني خالد ايضا يتقدمون بخمس دقائق 58 ثانيه تسع اجزاء من الثانيه. تهانينا والناموس. فرحه في المركز الثالث حمد بن عبد الله بن سالم بن حلوس العفاري مصانع الجنوب ايضا قادمة بخمس دقائق 59 وخمس اجزاء من الثانية. المركز الرابع وصلت الشبا لمبارك بن حمد بن متعب العامري. تهانينا والناموس بخمس دقائق 59 ثمان اجزاء من الثانية. بينما نوف لمحمد بن عتيق بن زيتون المهيري وصلت وخذت المركز الخامس. مشاهدين الاعزاء متابعين الكرام، توقيت الزمني 6 دقائق و8:07 من الثانية. تهانينا على هذا الفوز والانتصار. هكذا أيها المتابعون جميعا الخمس المراكز الأولى بتوقيتها بسرعتها بانطلاقتها بمنافستها هنا